ثماني خطوات بسيطة تنهي الفوضى في حياتك. جميعنا نرغب في التخلص من بعض العادات السيئة، ونأمل أن تتغير الأمور بطريقة سحرية دون أن نضطر لبذل أي جهد. ولكن لا تنتظر أن يبادر أحد ما لتغيير عاداتك السيئة نيابة عنك. ونحن في الأسبوع الأول من العام الجديد، ينشغل أغلب الناس بوضع أهداف مستقبلية واتخاذ قرارات من أجل إعادة ضبط حياتهم خلال هذه السنة، لكن 80% منهم يفشلون في القيام بذلك. إليك ثماني خطوات بسيطة ستساعدك على إعادة ضبط حياتك، نشرتها الكاتبة إليزابيث دوفيل في موقع Awareness Act الأمريكي. تفحص حياتك. الخطوة الأولى تعد الأكثر تحديا، ففي المقام الأول ينبغي أن تأخذ خطوة إلى الوراء وأن تلقي نظرة فاحصة على حياتك، ومن خلال ذلك لابد أن تقدر ليس فقط النعم والأوقات الجيدة والنجاحات، بل أيضا الآلام والنضالات والفشل والتحديات، فكل هذه اللحظات مهمة للغاية. دون النجاحات، خذ ورقة واكتب كل الأمور الجيدة التي أنجزتها، وهذا لا يشمل النجاحات الكبيرة التي حققتها في حياتك فقط، ولكن أيضا اللحظات البسيطة المهمة. في الأثناء ليس عليك أن تكشف ما كتبته لأي شخص، فهذا من أجلك أنت فقط. احتفظ بهذه الورقة، وضعها في مكان ما بحيث يمكنك الرجوع إليها في أي وقت في المستقبل، وستمثل تلك الورقة دافعك عندما تبدأ في التساؤل عما إذا كنت قادرا على الاستمرار في القتال من أجل أحلامك. احرق أحقادك، اكتب كل الأمور التي كنت تتشبث بها والتي باتت تمثل عائقا في الحياة، بما في ذلك الشعور بالذنب والأسف، فضلا عن أحقادك الدفينة والشعور بالأذى والمعتقدات الخاطئة التي اكتسبتها على مر السنين. وبمجرد الانتهاء من كتابة كل ذلك، كن صريحا ودون كل الجوانب السلبية، ستتخلص منها دفعة واحدة وإلى الأبد. أشعل النار في تلك الورقة وشاهدها وهي تحترق، وتخيل أن كل تلك القيود التي تكبلك قد أزيحت عن كاهلك وتخلصت منها نهائيا. تبرع بأغراضك. التخلص من الأمور والأفكار السلبية التي تجتاح دماغك. سيكون الوقت قد حان للتخلص من الفوضى التي تحيط بك. خصص بعض الوقت وابدأ بتحديد الأغراض التي لا تستخدمها بانتظام، وإذا كانت صالحة فتبرع بها لشخص آخر، ولن تشعر بالحرية فحسب عند التخلص من بعض الأشياء التي لا تحتاجها، ولكنك ستتعلم أنه بإمكانك مساعدة شخص آخر، وهذه دفعة إيجابية لك. دون مهامك. في حال كنت من الأشخاص الذين لا يعتمدون على قائمة المهام، فإن عليك أن تضع قائمة بكل الالتزامات والمسؤوليات والمشاريع التي تستدعي اهتمامك، وابدأ بتحديد الأمور التي لا يمكن إتمامها لسبب أو لآخر واحذفها من القائمة. أظهر الامتنان. التخلص نهائيا من الفوضى في حياتك. حان الوقت كي تقدر كل ما قدمته لك هذه الحياة. أغلق عينيك وتأمل ذلك للحظة. فكر جيدا في النعم والإنجازات التي ذكرتها سابقا، وتوقف للحظة كي تحدد الفرص العديدة المتاحة أمامك في المستقبل، وكن ممتنا لذلك، خاصة الفرص التي لم تكتشفها بعد. ولا تنس أيضا أن تشعر بالشكر والامتنان إزاء جميع الأشخاص الجيدين الذين تعرفهم في حياتك. تطلع للمستقبل. الخطوة التالية تتمثل في تحديد الشخص الذي ترغب في أن تكون عليه في المستقبل، وهذا في الحقيقة أهم قرار يجب أن تتخذه في السنة الجديدة. أغمض عينيك وتخيل أن كل شيء يسير بشكل مثالي. اسأل نفسك، ما الذي تغير؟ هل أصبحت تتمتع بلياقة بدنية أفضل؟ هل حصلت على ترقية في العمل؟ هل باتت لديك علاقة وثيقة مع عائلتك؟ دون كل ذلك وتخيل أنه حدث بالفعل. قرارات جريئة. اتخاذ القرارات الجريئة خطوة مهمة يغفل عنها الكثير من الأشخاص، وهذا ما يؤدي إلى فشلهم في تنفيذ رغباتهم وطموحاتهم، ويعتبر التخطيط والتنظيم والتأمل أمرا جيدا.
ولكن إذا لم تتخذ قرارا جريئا بشأن تنفيذ كل طموحاتك، فما الذي ستحققه؟ اتخذ خطوات فعلية لتحقيق أهدافك، ولا تنسى أن تتوقف في كل مرة وتعيد النظر في المسار الذي تسلكه وتصححه إذا لزم الأمر.